السلام عليكم. قصتنا اليوم تحكي عن دهاء الإخوة الثلاثة الذين سيقعون فريسة لوحش كبير، ولكن هل سيتمكن منهم؟ يحكى أنه في أحد المروج الخضراء، حيث العشب الطري الوفير والماء الحلو الغزير، عاش قطيع صغير في سعادة وأمان. كان القطيع مكوناً من ثلاثة أفراد: تيس ضخم قوي يملك قرنين طويلين حادين، وعنزة متوسطة الحجم، وأخيراً جدي صغير ظريف. وفي فصل الصيف أصاب المكان قحط شديد، فجفت الأعشاب ولم تعد العنزات الثلاثة تجد ما تأكله. قالت العنزة: لم يعد هناك شيء نأكله في هذا المكان، علينا أن نجد مرعا آخر حتى لا نهلك من الجوع. قال التيس: هناك مرج غني بالأعشاب اللذيذة على الضفة الأخرى من النهر. فرد عليهم الجدي بحماسة: إذن لنذهب إليه وننعم بخيراته. فقالت العنزة بإحباط: ولكن يفصلنا عن المرج جسر خشبي صغير يسكن عنده وحش شرير. فقال التيس: علينا أن نخاطر ونحاول التغلب على الوحش حتى لا نموت من الجوع. اتفق الجميع على ضرورة الانتقال إلى المرج الجديد، وأعدوا لذلك خطة محكمة من أجل التغلب على الوحش. عندما اقترب الإخوة الثلاثة من الجسر، بدأ الجدي الصغير بالعبور أولاً، فقطع الوحش عليه الطريق وقال بصوته المخيف: يا له من يوم سعيد، لقد جاءني فطوري على طبق من ذهب. قال الجدي: لا تأكلني يا سيدي، فأنا هزيل جدا ولن أشبعك، ستمر عنزة أخرى بعدي وهي أسمن مني، يمكنك أكلها إن شئت. فاقتنع الوحش الجشع بكلام الجدي الصغير، فتركه يمر بسلام منتظرا مرور العنزة السمينة. وعندما جاء دور العنزة، قطع الوحش عليها الطريق حتى يفتك بها، فقالت له وهي ترتعد خوفاً: لا تأكلني يا سيدي، سيمر بعدي تيس أسمن مني ولحمه أطيب من لحمي، اتركني أعبر الجسم حتى لا ينتبه لوجودك فيهرب وتخسر وليمة لذيذة. اقتنع الوحش الجشع بكلام العنزة الوسطى، فتركها تمر بسلام منتظراً مرور التيس السمين. ولما جاء دور التيس الضخم، قطع الوحش عليه الطريق معتقدا أنه سيكون سهل المنال، ولكن التيس باغته ونطحه بقرنيه القويين نطحة أسقطته وسط النهر، فغرق الوحش وجرفه التيار. وهكذا عاش الإخوة الثلاثة في المرج الأخضر في أمان وسلام. وذلك يا أصدقائي لأنهم أعدوا خطة محكمة للتغلب عليه، وهذا ما يجب علينا أن نفكر به ونسعى كإخوة لتحقيقه، فالاستسلام ليس حلاً في الظروف الصعبة. انتهت قصتنا اليوم، لكن بقي الكثير من القصص التي لم أرويها بعد. ترقبوا المزيد وإلى اللقاء.